يعني شلون فهمني هسه انا جيت اسمح لي هسه اثنين ثلاثة قالوا فعل فاعل الباقيين قالوا تماس كهربائي لا اشرح لي زين فعل فاعل زين انا جيت الساعة 12 ونص من ذاك المدخل مال القيصرية زين قدام ضربة الجامخانة مال المحل وطبوا للمحل اسمح لي هاي شو وقت؟ الساعة 12 ونص وحدة إلا ربع قبل الحريق؟ لا الحريق صاير صاير بحجة انه تطلع البضاعة حتى ما تحترق والبضاعة كلها مباقية سرقات صارت سرقات دخلت انا للمحل صار ضرب بيني وبينهم مدافع بيني وبينهم اقول له عوف البضاعة خل تحترق يا بضاعتي بضاعتي خل تحترق يقول انا جاي اساعدك ويريد يدفعني صار مضارب ما تعرف هذا الشخص؟ ملثم اشخاص ملثمين بيهم تقريبا 30 40 واحد المحل ما احترق المحل بعد محلين تمت يعني اخذوهن الغراض سرقوهن نص او 3 4 البضاعه راحت شيء محلك ما احترق محل ما احترق انا يعني اللي جاي تريد توصل انا وعلى شغله انه كانوا حاملين سجاجين همي سجاجين كانت بظهورهم من صار الضرب بيني وبينهم ومدافع كانوا هم شارين سجاج يعني انا ما ادري اسمحك حبيبي سيف علي محمد سيف انت جاي تريد الشير انه الحريق مفتعل من اجل سرقة المحل اي نعم تمام لاحظون متابعينا الاعزاء رأي الاخ سيف انه يقول اثناء الحريق تمت سرقة محله من قبل ملثمين يحملون مسلحين اي شايلين سكاكين بيديهم وتمت سرقة بعض من بضاعتك؟ مو بعض البعض طلعناه الكثير الكثير من البضاعة تم سرقتها حجة محلك راح يحترق يعني وفلسوا الجامخانة وطلعوا يعني هذه هنا أنا راح ننتقل إلى مرحلة ثانية ننتقل إلى موضوع آخر مسؤول عنه الجهات المعنية الأخوة في قيادة شرطة ديالة كلام الأخ سيف كلام حقيقة مهم جدا إذا كان كلامه صحيح فربما الحريق يكون مفتعل سبب افتعال هذا الحريق ومن اجل سرقه هذه البضائع اللي موجوده هو كان موجودين بعض اصحاب المحلات همين زين ولد اسمه عمر هنا موجود ذاك ابو الاصفر زين موجود ومصطفى الحج اللي قاعد زين هذول هم سحبوني من صار الاشتباك بيناتنا سحبوني هذا الحكي يعني الواحد ما يقدر يسيطر على اعصابه صراحه طبعا محلك انت دايم باق والعالم تحترق ما تقدر تسيطر بنص النار هم ملثمين وهم اللي شافوهم الى 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 الجهات الامنيه الى قياده شرطه ديالة انه الحريق كان مفتعل وعصابات مو عصابات ما اعرف بس كانوا مسلحين سحبت علينا السكاكين وصار مدافع وصار مضارب وبحجه انه نطلع البضاعه حتى ما تحترق وكان الستوتات يخلون بالستوتات بعد ما شفنا البضاعه والباقي من عندهم جمعوهن وصارن كلهم تلفيات والولد ذاك اللي قلت لك عليه ابو الاصفر شوفه دايح محله متروس قطعه ما طلع وباقوهن يعني باقوهن قبل الحريق بعيد عليه وباقوهن اجى قال لهم كاميرات ما عندكم التو منظومه كلها احترقت الكاميرات احترقت